هذا المشروع هذا تأتي في إطار المشاريع الإبداعية اللي تتهتم بهم التعاونية ديال بختة. التعاونية ديال بختة كانت سباقة المشروع ديال التربية الأرني بطريقة عصرية في إطار التجربة ديالها الأولى على المستوى المنطقة، خاصة الخصائص اللي تتعرف السوق على المستوى الإقليمي ديال الإقليم خريبكو، على المستوى الصعيد ديال الجهة ديال منبر الخنيفرة، خاصة على المستوى ديال لي كرون سيرفاس اللي كاين فيه خصائص، وحتى على مستوى الأسواق الأسبوعية. إذا قمنا على هذه التجربة على أساس أننا ندير مشروع إبداعي اللي مول للسوق الداخلية، واليوم قمنا بالتحدي على أساس أن هذا المشروع هذا يتجاوز يفوت السنة الأولى ديالو، خاصة أنه ما يروج في الأوساط الشعبية أنه الأرانب ما تتجاوزش السنة الأولى ديالها، وإحنا اليوم وصلنا تقريبا للمرحلة ديال سنتين. إذن الشكر الموصول للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي مولاتها هذا المشروع، وإذن المصالح ديال وزارة الفلاحة اللي تدير التأطير التقني، وأيضا الإخوان ديال الدوار ديال ولاد عياد، وخاصة النساء ديالهم اللي سهرات بواحد الشكل كبير على إنتاج هذا المشروع. بدينا فقط ب 16 ديال الأنثى وربعة ديال الذكور، وأننا وصلنا في السنة الفارطة أننا وصلنا ل 100 ديال الإنتاج، ولكن في الظروف ديال الكوفيد وداك الشيء كانت عندنا بعض المشاكل اللي عرقلتنا التعاونية، ولكن اليوم حنايا الحمد لله هذا العام مزيان، وأننا تنفكروا بأننا نوسعوه وبأننا متيقنين بأننا غادي يدخلوا معنا شركاء فهاد الشأن هذا، لأن هذا المشروع هذا تنعتبره إبداعي وتنعتبره بأنه رافد للتنمية على مستوى المنطقة. احنا بالنسبة لنا هذا المشروع هذا ترهنوا عليه على أساس أنه يكون في المستقبل تكون هذه المنطقة هذه تتمتاز بالأرانب، ولما لا أننا نكون معروفين على الصعيد الوطني على أساس أن نزودوا السوق الوطنية بهذا النوع من الأرانب. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.